عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في الويك 5. بإذن الله النهاردة هنبدأ في الفليب فلويد سيميوليشنز، ونعرف كده مقدمة عنه، ونحاول نعرف عن المفاهيم المهمة قبل ال او قبل ما تبدا اي اي قبل ما تبدا اي سيميوليشن، و نحاول نعمل حاجه كده بالفليب فلويد، ونحاول نتعرف على الكوليجنز والكلام ده. اول طبعا مفهوم ان لازم الواحد يعرفه قبل ما ما يدخل في الفلويد سيميوليشن، هي ان هي برضو بتشتغل بالفيلدز، زي ما السموك سيميوليشنز شغالة. برضو تاني حاجة ان هي برضو في نفس الكلام، فيها الدنسيتي والفيل الكلام ده، وممكن تستعمل معاها كاستم فيلوسيتي فيلدز. عامة انا بدأت بالسموك الاول علشان احاول اسهل الموضوع اكتر واسهل الدوب اكتر، بس هو بإذن الله تمام. هنا الفلويد سيميوليشنز طبعا ده وديني 50 نازل فيه حاجات جديدة في الموديلنج، نزل البولي بريدج، ونزل بولي اكسباند، ونزل فيه حاجات في السكالب. الصراحة أنا مجربتهاش، والنايف دي موجودة من قبل كده، والإيدج لوب متهيألي مش عارف دي كانت موجودة ولا لأ. في الديفورميشنز اتضاف تقريبا ديت جديدة، واتضاف حاجات في الريجينج والأنيميشن. وطبعا في مميزات كتير جدا، ممكن كان نازل البرنامج سنيك بيك كده، كان بتاع ده اهم المميزات. من اهم المميزات برضو نظام الكراود، في تطوير في كذا مثال هنا. فانا حبيت ان انا ابدا احاول اشتغل بيه شويه علشان نحاول نعوض الفروق، وبرضو نبقى up to date يعني. فلو في أي فروق أو اختلافات يعني، نحاول نعرف التجديدات، لأنه طبعا مهما كان هيكون أحسن وأفضل من هوديني 14. فبإذن الله نبدأ، عايزين نبدأ بالفلويد سيميوليشن زي ما احنا قلنا إن هي السيميوليشنز اللي بتعتمد على الفوليومز والفيلدز، او الفوليومز او الفيلدز ديت بنسميها فوليوم بيزد سيميوليشنز، او فيلد بيزد سيميوليشنز، او جريد بيزد سيميوليشنز، بس الاسم الشائع يعني فوليوم بيزد او كونتينر بيزد، على حسب يعني كل واحد وتسميته. فهنبدأ سفير دلوقتي. اول حاجة انا عايز استعمل الشيل تولز في الاول علشان اسهل الموضوع، وبعد كده نبقى نستعمل او نعمل حاجة كده from scratch يعني، من البداية تماما. فدلوقتي انا عايز ابدأ ان انا اعمل emit fluid من السبير تمام. الشيل تول في هنا تاب اسمه البارتكل فلويد، نسمي دي سفير اميتا. عايزين نعمل اميت للفلويد من السفير ديت. هلاقي عندي من الشيل اميت بارتكل فلويد فليب فلويد فروم اوبجكت، هدوس emit particle. عايز الفلويد object
انا هعمل ايه؟ ثواني ندوس تاني من الاول. هدوس emit particles select object to emit fluid from، هنختار ال sphere press enter دوس enter. عايزين ال fluid object اللي هو ال container if any، يعني لو ما عندكش container دوس enter هيعمل لك هو container جاهز. فدلوقتي عمل لنا هو particle fluid وال particle fluid interior. وزائد لو احنا جينا هنا في ال autodock ودوسنا play هنلاقي في fluid بينزل من ال sphere. تمام. ولو جينا عند ال sphere emitter عشان نبدأ الموضوع كده ايه from scratch، نبدأ نظبط الموضوع شوية. دي ال sphere بتاعتنا. hide other object عمل منها surface volume layer node ال fluid source. عمل field او volume اسمه surface field. surface field المختلف ان هو هنا جه في الكونتينر سيتنجز وعمل سورس فليب، يعني هي كده جاهزه ان هي ايه تعمل emit للفليب او الفلود يعني. تمام. طبعا ميرج عملها نال يعني، ودي للريندر، لان انا لما انا ما بعمل ريندر مش عايز اعمل ريندر للسفير، انا عايز أعمل مش عايز اعمل ريندر للاميتر عامه، انا عايز اعمل ريندر للميه بس. فهو حاطط نال هنا فاضية وعاملها للريندر، يعني انا كده عامل display flag عايز اخلي دي مثلا اللي معمولها display في الفيوبورت، بس دي هي اللي هتترندر. كنترول وادوس شايفين كنترول، شايفين اتحولت لبنفسجي كده، وادوس كليك الاقيها اتعملت كده. دي معناها ان هي ريندر flag، انما دي display flag. تمام. عندي ال particle fluid ديت متخصصة ان هي بتعمل import لل simulation بتاعك، و بتعمل import بنوعين، import هنا لل visualization في ال viewport و import لل render زي ما احنا شايفين. عمل surfacing لل fluid. طبعا هو في تكنيك كده في هوديني 15 اللي هو الفلويد كومبريس، الحاجات دي طبعا السرفيس لسه مش وقته دلوقتي خالص، اتعرف عليه بعدين بإذن الله. والسرفيس كاش كده، انا عندي سرفيس اهو، النودز دي كلها انا عارفها بإذن الله بعد كده، وهيتعمل له ريندر هنا بس. دي نود الامبورت. تمام. فده السيميوليشن بتاعنا. طبعا لو جيت هنا وجيت عند ال velocity الاقي مش ضايف velocity خالص، الاضافة اللي بيخلي ال fluid ينزل لتحت ال gravity بس زي ما احنا شايفين. ده ال container بتاع السيميوليشن زي اللي في ال في ال smoke بالظبط، هو بينزل لتحت بس بسبب تأثير ال gravity. نشوف لو لغينا ال gravity مفيش اي تأثير، فهنرجع الجرافيتي تاني نلاقي فعلا بينزل لتحت. فطبعا عندنا نوت تانية اسمها فلويد انتيريور، دي للريندر مالناش دعوة بيها دلوقتي، او طبعا حتى ملهاش لازمة للريندر، اللي هي بس بتعمل انتيريور للفلويد بتاعك، حاجة انت هتعرفها بعد كده، او يكاد يكون ملهاش لازمة اصلا. نرجعها زي ما كانت. فهنا عايزين نبدأ نتعرف على الفليب فلويد جوه الدوب، بعد ما احنا عرفنا ان هو ماشي خد السفير وعمل منها سيرفيس فوليوم، ان هو بس جه هنا ودوس سورس فليب هيحولها ان هي تبقى جاهزة ان هي تعمل منها فليب فلويد سيميوليشن. عمل هنا بدل ما كان بيعمل density و temperature في surface volume،
وفي في ال volume برضو لو انا ال sphere ديت كان عليها velocity برضو هيجي هنا عند ال node float source ديت، ولو في velocity هيتسيبها، إذا ما كانش فيه ممكن أعمل add velocity عادي، ونفس الكلام بس هنا في particles node جديد. ده ال particles دوت node علشان أنا هعمل منها emit ل particles، تمام؟ فأنا عايز أتحكم في كمية ال particles ديت، فعندي هنا particle source هنسمي ال source بال surface فوليوم، و ال particle separation اللي هو ال quality أو ال يعني ال parameter ده مهم جدا، ده الماستر بتاع ال quality بتاع عدد ال particles في simulation. كل طبعا ما يقل كل ما يزيد عندك عدد ال particles، كل ما ما يقل كل ما يبقى simulation أحسن، يعمل splash أكتر، بارامتر يعني المايسترو. بس البارامتر دوت لازم الواحد يكون حذر جدا في تأليف أرقامه، ممكن 1 من 10 يخليها لك من 4 مليون ل 30 مليون، تضرب تبقى الجهاز يا إما البرنامج يعمل كلاش عادي، فلازم الواحد يكون حذر جدا. وهوريكم البارامتر ده، طبعا هو معمول لتشانل ريفرنس في الدوب، وهوريكم ليه. وعندنا الجيتر سي ده عامل زي بيدي راندوم كده للفلويد، واحنا هو نازل زي ما احنا ما شايفين، شايفين بيعمل ازاي، حتة كده تخينة وحتة رفيعة كذا. طبعا هنا احنا بس ما الا ان احنا نختار سورس كليب، هو هيجهز كل حاجة. فده باختصار برضو احنا بإذن الله هنعمل كل حاجة من يعني from scratch، فتبقى أسهل بكتير إن الواحد يفهم. بس دي بس ما إلا إن هي مقدمة تعريفية يعني. فلو دخلنا جوه الدوب هنلاقي نود الفليب سولفر عاملة زي السموك أوبجكت كده، زي السموك سولفر، ونود الفليب فلويد أوبجكت تمام زي السموك أوبجكت. هنا عندي البارتيكل سيبريشن اللي هو بيتحكم بكمية البارتيكل، بس زي ما احنا ما قلنا هو احنا بنتحكم بكمية البارتيكلز اصلا هنا في الـ في السفير، لان انا بعمل السرفيس فوليوم او البارتيكلز يعني اللي انا هعمل من اهو او السرفيس اللي هو السرفيس فوليوم دوت اللي هو انا بعمله من نود السورس فوليوم ديت، ده اللي انا بعمل بس كده سرفيس حوالين السفير ديت اهي هنا، وبعمل اهو سورس فليب، وبعمل هو بيعمل السرفيس دوت، وبيعمل زي ما احنا جوه دخلنا في الواير فريم بارتيكلز هنا كده وسط السرفيس فوليوم دوت، هيعمل منها هيعمل منها اميت للفلويد في الدوب. فانا بتحكم بعدد البارتيكلز ديت اللي جوه هنا من بارامتر البارتيكل سيبريشن مش من الدوب، وهو هنا معمول له تشانل ريفرنس من الدوب، ف يعني انا كده بقيت ده مرتبط بتاع الدوب، فانا لما بعمل بقلل في البارامتر من الدوب او من هنا الاتنين بيأثروا. بس هو لو انا مش عامل تشانل ريفرنس ده بس اللي هيأثر مش اللي في الدوب. ف دلوقتي هنخش في الاوتو دوب تمام. الفليب اوبجكت ما الا ان هو بس معمول بارتكل سيبريشن، يعني نتحكم بعدد البارتكل لو انا قللت البارامتر ده، عشان احنا دلوقتي دوسنا بالميدل ماوس عندنا 7000 بوينت، لو قللت البارامتر ده ل 0.01 علشان بس اوريكم ان النتيجة بتختلف تماما، بقى عندنا 5 مليون بوينت او 5 مليون ونص يعتبر في حتة سفير صغيرة. فلو انا مثلا بتعامل مع حاجة لارج سفير كده مثلا قد الكونتينر ده، ولازم اكون حذر جدا مع البارامتر ده، لان تخيل لو قللته كده وراح عاملها لي مثلا من 5 مليون قللته قوي كده طلع ل 30 مليون 50 مليون، فلازم ان انا اكون حذر جدا مع البارامتر ده. الانبوت تايب
والصوبة ديت حاجة نتكلم عليها بعد شوية. وطبعا جايدز زي السموك بالظبط، اعمل فيجواليزيشن للبارتكلز، ممكن للسرفيس، ندوس بلاي نشوف اهو للسرفيس فوليوم اللي انا بعمل منه الاميت اهو، للفيلوسيتي، وفي كمان للكوليجن. طبعا انا ما عنديش كوليجن فمش هيظهر كوليجن فيلوسيتي، وفي دنسيتي كمان، وفي الفيسكوسيتي والبريشر. دي كلها حاجات. طبعا الفيسكوسيتي اللزوجة او التماسك، الدنسيتي عارفينها، السورس دي طبعا مش هنستعملها اصلا، حاجة ملهاش لازمة، البريشر الضغط الجوي او الضغط عامة، الكوليجن الاصطدام، الفيلوسيتي السرعة الموجهة دايركشن يعني، سيرفيس اللي هو السيرفيس فوليوم اللي احنا عملنا منه الاميت دوت، والسيرفيس دوت اهو في اول فريم عملت منه اميت، وبعد كده هو بيمشي مع الفلويد. منين ما هو رايح، هو بيمشي مع الفلويد. طبعا السيرفيس دوت لما يكون عندي سيرفيس في مع الفلويد كده، لما انا بعمل له امبورت لو دوسنا بالميدل ماوس هنلاقي السيرفيس والفيل، الفيل هي الفيلوسيتي. فدوت في ال هو اللي بيستعمل هنا في البارتكل فلويد سيرفيس ديت، تاخد السيرفيس ديت وهي بتعمل على اساسه المش اللي انا هعمله حوالين الفلويد، فهو مهم في حتة المش ديت، ومهم طبعا في حاجات تاني في السيميوليشن بيتحسب على اساسه حاجات كتير، بس احنا ما يهمناش يعني معظم الحسابات دي متهمناش. طبعا عندك تاب لكل فيجواليزيشن، من اهمهم البارتكل، هتعمل لها فيجواليزيشن على شكل سفيرز ولا على شكل سبرايتس ولا على شكل جرين، بس عامة اخفهم البارتكلز ديت على الفيو بورد، والسبرايتس ديت برضو خفيفة جدا، بس السبرايتس ديت ليها استخدامات بعد كده. عندك كولر رام بيعمل كولر على حسب الفيلوسيتي، يعني كل ما يبقى عندك البارتكلز اسرع كل ما يكون لونها ناحية الابيض اسرع اكتر، وكل ما تكون ابطأ كل ما يكون لونها ناحية الازرق اكتر. انت ممكن تعمل تعدل في الرام لو اتقلبت الالوان، عملت حاجة غريبة. انا طبعا بحبه على الديفولت عامة، اللون شكله كويس. اهو الفيجواليزيشن اتريبيوت في يعني الفيلوسيتي، لو انا عملت طبعا حاجة غير في هيختلف. عندي هنا في الفليب سولفر فور انبوتس، لو انا جيت بالمين الماوس هنا فلويد تو سولف اللي هو الفليب فلويد اوبجكت، وهنا سورسنج زي ال اسمه ايه ده السموك سولفر بالظبط. عندي هنا سورس سيرفيس فروم سفير اميتر اللي هو نو سورس فوليوم، برضو مختار اوت سيرفيس السيرفيس اللي احنا عملناه بالفلويد سورس، والانيشلايز معمول سورس فليب فهو بياخد سورس فوليوم اللي هو ال يعني بياخد السرفيس يعني، وبيدي لي الفلوب الفليب فلويد اوبجكت، ويتعمل بقى ايه سيميليشن في الفليب سولفر. بس بعد كده ميرج هنا، لو انا عايز اعمل كوليجنز يعني اعمل ميرج في ال هنا وهوريكوا برضو، والجرافيتي نال هنا في الاخر اللي هي الاوتبوت ديت نال ملهاش لازمة. فانا ده الفلويد سيميوليشن اللي انا الضغطة واحدة بس من الشيل عملته. طب دلوقتي لو انا عندي مثلا عايز اعمل السفير ديت تخبط في حاجة مثلا في الارض، انا عايزها تخبط في جريد مثلا، هعمل جريد هكبر حجم الجريد ده طبعا علشان السيميوليشن لأي اوبجكت يتحسب بشكل صح. لازم يكون الاوبجكت دوت ليه سمك، فانت في حالة لو انت ليك اوبجكت ممكن تعمله سمك طبعا بولي اكسترود او اكسترود فوليوم، يعني بولي اكسترود
وحصل تجديدات رهيبة في نود البولي اكسترود. انا كاد اكون مش عارف اي حاجة صراحة. في نهوديني 15 حصل تجديدات كده تقريبا. اوتبوت باك طبعا في حاجات كتير كانت موجودة دي صراحة. انا مش فاكر انها كانت موجودة الحتة دي اللي هي اللوكال فريم اتريبيوتس والنورمالز. لا النورمالز كانت موجودة والاوتبوت جيومتري اند جروبس كانت موجودة والفونت ترانسفورم. لا صراحة مش عارف. والسبلاين كنترول لا ما كانش عارف كانت موجودة دي ولا لا. ما كانتش موجودة تقريبا. لا ما كانتش موجودة. وفي فيتشرز كده فيتشرز كتير موجودة. تمام. بعد كده هنعمل نال او مش لازم حتى نال. ونيجي هنا ونروح عاملينه ندوس على نختار الجريد ونروح عاملين ستاتيك اوبجكت. هاجي هنا جوه الدوف الاقيه هو عمل الستاتيك اوبجكت عمل له ستاتيك سولفر. الستاتيك سولفر دوت مش مهم او مش هتفرق يعني وجوده او من غير وجوده في السيميوليشن. وحطه في الميرج هو لوحده. فلو انا دوست في بلاي الفلويد هو ايه المشكلة بالظبط. لو جينا هنا عند الجريد وجينا عند الكوليجنز شفنا الكوليجن جايد يعني تمام. نزود اليونيفورم ديفيجن شوية نشوف اللي هيحصل. ماله ده خلاص. نرجع للجريد نحاول نشوف ماله كله تمام. نعمل هنا نود فيوز علشان لو في اي بوينت مش معمول لها فيوز اي بوينتين يعني منفصلين عن بعض يعمل لهم فيوز. نبدأ نحاول نزود الديستنس شوية شوية نشوف اللي هيحصل. كله معمول له فيوز. ونحاول نزود في الكواليتي بتاع الجريد شوية. 60 مثلا. ونخش الدوب. انا صراحة مش عارف ماله. تمام. نغير المود نخليه امبليكت بوكس يعني هياخد ال اصل هو طبعا شكل الجريد هنا عامل زي بوكس. فهيكون اسهل لو انا عملته امبليكت بوكس لو في حالة لو انا الجيومتري عندي بوكس او امبليكت سفير او امبليكت بلين. بس للسبب اللي احنا شفناه دوت ان ال الكوليجن بيعلق. انا ما بحبش برضو نود البولي اكسترود. انا النود يعني اللي دايما بتشتغل معايا هي الاكسترود فوليوم. نجربها دلوقتي. اكسترود فوليوم هي بتعمل كده ايه فوليوم تحت الجيومتري. هنوصلها في الاتريبيوت كرييت لان الاتريبيوت كرييت ديت هي اللي عملت اللي هتعمل الامبورت للدوت مع اسم الاتريبيوت كان اسمه دوب باث لان هو هنا في الدوب مختار نود الاتريبيوت كرييت. تمام. فلو جينا هنا عند الجريد شوف كده كوليجن جايد تمام. نحاول نخليه ري انترسكت كمان اللي هو المود الطبيعي. هنلاقيه تمام شغال تمام مع نود الاكسترود فوليوم. طبعا في حواف هنا من الجنب مش متناسبة تماما. فلو انا زودت اليونيفورم ديفيجن كل ما هتكون متناسبة تماما. بس انا مش عايز الحواف عامة دلوقتي. في حل للمشكلة ديت نعرفه بس دي بعدين. طبعا في امبليكت سفير لو انا عايزها سفير لو انا عندي سفير وعايز اعملها كوليجن هينفع. وبلين لو انا عندي جريد
او بلين، وانا مش بلين، طيارة يعني. الفوليوم سامبل ده هنعرفه بعد كده لانه ده مهم جدا. ف كده دوت الكوليجن بتاعنا، اتأكدنا تمام من الكوليجن جايد، فنشيله بس عشان الفيو بورت ما يبقاش تقيل. ويندوز بلاي السيميوليشن بتاعنا اشتغل وبقى بيعمل كوليجن في الجراوند هنا، وصراحة حاجة نفتخر بيها يعني، سيميوليشن يعني طبعا ما بتنفذش البارتكل من هنا. شايفين وكله من الشيلد يعني، مش حاجة صعبة. وممكن لو احنا عايزين نخلي السيميوليشن اروع، نقلل بارتكل سبريشن بحذر يعني، انا عشان انا متوقع الارقام شوية، ف 0.06 مش هتعمل تأثير كبير، 0.03 برضو مش هتعمل تأثير كبير، بس لو انا قللت لحق 0.02 مش بيعمل تأثير رهيب، بس فعلا 0.01 هي بتعمل تأثير يعني. شايفين 5 مليون مرة واحدة، فلازم تكون حذر جدا. انا خليتها 1.5 عندي كده 1 مليون، 1.8 مثلا. مثلا العدد دوت مناسب معايا وليكن، هدوس بلاي هلاقي السيميوليشن أبطأ بس بقى أحسن. وبقى دنس كده أكتر ويبان عليه طبعا، كله كمان مع عدد البارتكلز بيزيد كل ما المشي ما يكون أحسن. طبعا انا ما عنديش وقت بقى اقعد اعمل بلاي للسيميليشن ده كله، هو هياخد وقت لحد ما، بس دايما لازم يكون معاك سيستم مونيتور او حاجه علشان تراقب، او تاسك مانجر علشان تراقب الميموري، علشان لو لاحظت ان الميموري هيبقى تقيل عليها الحمل او هتتملي على الاخر البرنامج يعمل كراش، تقدر تتصرف او توقف السيميليشن، تحاول توقف السيميليشن او كده. عامة أنا عندي هنا ميموري، هنا ميموري يوسف مستهلك من الميموري حوالي 4 جيجا من 16. في هنا حاجة اسمها برضو الكاش مانجر من ويندو هنا، مثلا الأوتو دوب مثلا مستهلك قد ايه ومش عارف مين. فانت ممكن تدوس كلير اول، بقى بيعمل كلير للكاش اللي مش مهم. تمام، دوس كلير، فلما بتدوس كلير كذا مرة طبعا بيعمل كاش بيعمل بيلغي الكاش بتاع السيميليشن كله، بينتج السيميليشن بتعلق. ف بتخش هنا على الاوتودوب وبتدوس ريسيت سيميليشن، وهنا سوري خلي ده اوتو ابديت، انا دوست عليه بالغلط، اوتو ابديت على السيميليشن، وتدوس بلاي تاني السيميليشن اهو. ممكن نخش تاني على الكاش مانجر، على الكاش مانجر ندوس كلير، امسح بس اللي مش مهم و مسح الكاش بتاع الدوب. تمام، فده لو انا عايز اعمل كلير للكاش اللي عندي، ده غير طبعا الاختيار اللي في اي دوب نتورك، في اختيار اللي هو كلير كاش ده. تمام، فانا ايه سيميليشن اس سي علشان اوقف سيميليشن، ممكن ادوس ريسيت سيميليشن من هنا. طبعا احنا اتكلمنا عن موضوع الكاش ده قبل كده، انا ممكن هنا برضو في كاش مانجر اعمل للكاش اللي في الكوب اللي هو الكومبوزيتنج نتورك، والاوبجكت ترانسفورم والاوبن جي ال والكلام ده. لو انا دوست هنا كلير مفيش حاجة بتتمسح اكتر من كده، السوب كاش او مساحة. فطبعا ليك اختيارات برضو في حكاية الكاش ديت، بس برضو لازمك ترام كويس.
فدلوقتي عايزين نبدأ نوع تاني من Fluid Simulations من الشيل علشان نبدأ مشروع النهاردة. هنبدأ بسفير، طبعا احنا هنا دوسنا Emit Particles، بس ايه اللي هيحصل لو دوسنا Flip Fluid from Object، أو سوري Flip Fluid from Object، Select Object to convert into Flip Fluid، Press Enter. تمام، لنعمل نفس الدوب نتورك بس من غير السورس فوليوم. وكمان لو جينا هنا عند نود السفير نفسها هنلاقي حاطط السفير وبس كده، مش حاطط السرفيس فوليوم. والهدف من كده ايه؟ طبعا هنا نفس النود ديت ونفس النود ديت، بس في الاوتو دوب لو دوست بلاي هلاقي كأن السفير نفسها عبارة عن نقطة مية، او اتحولت نفسها هي المية ونزلت تنزل عادي، بتتصرف كأنها مية. لو عملت لها كوليجن هتخبط زي المية بالظبط. بس اللي خلى ده يحصل ايه؟ اللي بيخلي ده يحصل ده طريقة الكاش نفسها، طريقة السورس نفسها. انا كنت لما كنت بعمل سورس في الاول كنت بعمل سيرفيس فيلد عن طريق اللي هي السورس فوليوم، كنت انا بدوس بس ما لان انا بدوس سورس فليب، هي بتعمل كل حاجة جاهزة، فكانت بتعمل هي السيرفيس فيلد اللي بيعمل منه هنا السورس فوليوم، بتعمل سورس منه. انا هنا بس بعمل السورس ازاي، ما بعملش سورس، انا باخد السفير، شكل السفير دي نفسها كانيشال داتا. يعني ايه كانيشال داتا؟ يعني السولفر بياخد شكل السفير ديت ويعملها كانها بارتكلز، وبعد كده بياخدها اول فريم، بعد كده هو بقى يبدأ يتصرف مع البارتكلز اللي هو خدها ديت كأنها فلويد عادي. فطبعا عندي انبوت، لو انا عايز احط سفير مثلا اهي سرفيس حاجة مجسمة، ولو انا برضو عندي بارتكلز وعايز اعمل منها فلويد، عايز احول بارتكلز ديت اول فريم بس ياخدها، اول فريم بس هياخد شكل البارتكلز ديت ويتعامل معاها. بعد كده هو طول الفريمز ديت، يعني انا لو انا مثلا عملت كيف هنا، عملت كي فريم للسفير ديت، هو بس ما الا ان هو هياخد اول فريم بس يحوله لفلويد، وبعد كده يبدأ هو يتعامل معاه عادي. لو انا عملت كي فريم للسفير ده مش هيأثر على السيميليشن بتاعي. ف حتى لو السفير برضو يعني هي مثلا جسم بيتحرك، مثلا عملت له امبورت ولا مش هيفرق البارتكل فيلد ديت. لو انا عندي بارتكلز مش سفير عايز برضو استعملها سوب باس، هنلاقيه عامل على السفير هنا اهي. تمام، وبرضو عندنا شيتر سيد وشيتر سكيل، او زي ما انتم شايفين ما اللي هو بس بيعمل اختلاف كده في الشكل. تمام، وبرضو عايز اوريكم لو احنا دلوقتي عملنا جريد، عملناه 100 باي 100 مثلا، واحنا مش عايز انا بقى اقعد اعمل اكسترود فوليوم، انا عايز اختيار كده يكون جاهز لل اوبجكتس اللي انا هيتعمل لها اكسترود فوليوم. الاختيار موجود طبعا في الريجيد بادي داينامكس، في اختيار عندك اسمه تيرين اوبجكت، فانت هتختار هتدوس تيرين اوبجكت هنا سيلكت اوبجكت، هنختار الجريد. ولو جينا عند الدوب نتورك البوينت اوبتمايزيشن، لو جينا هنا في الكوليجن دوسنا كوليجن جايد هنلاقي فعلا هو عمل اكسترود فوليوم لوحده من غير ما انا متعب نفسي ومن غير ما انا متعب دماغي، وهيبقى مناسب برضو زي الاكسترود فوليوم اللي انا عملتها، ويعمل الكوليجن بشكل كويس. هننزل الجيومتري دي لتحت شوية علشان يعني لما ندوس بلاي شايفين برضو بيتصرف كأن سفير عادية. البارتكل سيبريشن برضو ممكن نقلله، عندي كده
4000 بوينت شايفين، 508 ما اثرش اول مرة دي، ممكن شايفين كده اثر جامد جدا 4 مليون، فبرضو الرقم ده بيتعامل مع الحذر شديد. ندوس بلاي مثلا، احنا شايفين السيميليشن بقى ابطأ. ده طبعا السيميليشن، دوس لي اس سي علشان اعمل له سيت فورس تو سيت فورس تو زد سيميليشن. فطبعا لما انا زودت الكواليتي بقى عندي سبلاش اكتر كده، احنا مش شايفين تمام. دي طريقة مختلفة في ال في الـ Fluid Simulation، إن أنا أستعمل Initial Data. عايزين بإذن الله نبدأ في الـ Project بتاعنا، وهو Project عبارة عن عجلة هتقع في المية وتتحرك وتعمل Splash. نبدأ فيها بإذن الله.